أمس تم تداول خبر أنه في مسافر اكتشف قبل ما تقلع الطيارة براغي مفكوكة في أحد أجنحتها. الطيارة من طراز إيرباص A330 وكانت متجهة من مطار مانشستر لمطار جون كينيدي في نيويورك. وقبل الإقلاع اكتشف المسافر أنه في كده 4 براغي مفكوكة في الجناح وقال للمضيفة، وبالتالي بعد فحص المكان تم إلغاء الرحلة. هذا الخبر بسيط بالنسبة لأخبار عالم الطيران اللي جالسين نسمعها مؤخرا، واللي ما نعرف هي زادت ولا الإعلام صار يهتم فيها من بعد حادثة 5 يناير وقت ما انفصل باب مخرج طوارئ في طائرة تابعة خطوط ألاسكا الجوية، وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 9. انفصل كده وهم في الجو كده طار الطراز هذا، اللي الصدمات والمفاجآت فيه مستمرة يوم بعد يوم وبتزيد صراحة فداحتها. فمن ثاني يوم تم إيقاف هذا الطراز من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وتم الإعلان عن اكتشاف براغي مفكوكة في بعض من الطائرات وبراغي مو موجودة في البعض الآخر. هذا غير الحوادث اللي صارت بنفس طراز بوينغ 737، إن كان ثقب في أحد المحركات بطائرة في يابانية، أو إن كان تسرب أكسجين صار في طائرة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن كمان. يعني كان عندنا صراحة إحنا شهر من الأخبار الكارثية المرعبة حقيقة. المهم الطائرات الآن متوقفة عن العمل ومو مسموح لها تطير، والتحقيقات طبعا مكملة. واليوم الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا للخطوط الجوية بن مينيسوتشي، وهي الشركة اللي صارت فيها طبعا حادثة 5 يناير هذه اللي ما قلت لكم لما طار الباب، طلع وقال انهم اكتشفوا كثير من البراغي المفكوكة، وانه في طائرات عاد لقوا انه البراغي اصلا مو موجودة اصلا. فطبعا احنا هنا بنتكلم عن الطائرات من طراز 737 ماكس 9 تحديدا يعني. وقال انه هو محبط وبيشعر بخيبة امل، ووجه سؤال لبوينغ انه ايش اللي راح يعملوا لتحسين برامج الجودة الخاصة فيهم. بوينغ كانت اعلنت انها راح توقف عمليات الانتاج والتسليم مؤقتا في المصنع اللي بيصنع طراز 737 ماكس، وانه كل منشآت التصنيع والانتاج الثاني راح تتوقف عن العمل خلال الاسابيع القادمة. وكمان اعترف رئيس الشركة انه هو او انه الغلط عليهم يعني. ومن المقرر أنه يحضر رئيس بوينغ جلسة استماع في مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلة كثيرة حول وقف طائرات بوينغ 737 ماكس 9. وفي أخبار بتقول أنه هذه الأزمة كمان أثرت على الطراز الجديد من اللي هو ماكس 10، في طراز جديد كمان ناويين يعملوه اللي هو عليه طلبات بمليارات الدولارات. خلينا نرجع لضيفنا الطيار كابتن حسن الغامدي، بس خلينا ناخذ رأيك في هذا الموضوع. يعني لما نسمع خبر انه راكب جالس طالع من يعني نافذة الطائرة او شباك الطائرة وشاف انه والله في براغي ناقصة يعني او مسامير ناقصة او اللي هو يعني، وراح بلغهم وتفاجئوا، هل هذا الشيء طبيعي؟ طيب هذا الموضوع كويس، افهار نقطه جميله اسال عنها دائما يسالوني يقولون لي ليش يا كابتن تطلبون مننا ان احنا نفتح النوافذ قبل عمليه الاقلاع وقبل عمليه الهبوط. حلو. الفكره دائما ان الراكب ممكن مثل ما حصل في الموقف هذا يلاحظ شيء يكون فيه مشكله في السلامه، وهو يخبر المضيفين، المضيفين بدورهم يخبرون الطيار، والطيار بالتالي يتخذ الاجراء اللي المفروض يتخذ في مثل هذه الحالات. فمهم جدا في عملية الإقلاع والهبوط أن دائما تكون النوافذ مفتوحة، هذا أول شيء. الشيء الثاني بالنسبة للي حصل وشفنا فيه مع إير ألاسكا، وشفنا مديرة أمس لما طلع تكلم قال بوينغ، يعني أنا عندي تحفظ شوي على الموضوع هذا، لأنه أنت لما كل شركات الطيران في العالم لما تستلم الطائرة من الشركة المصنعة تستلم الطائرة وتوقع عليها أن الطيارة خلاص يعني ما فيها أي مشكلة، وبراغي ومبراغي نوافذ أو الآن يأتي دور الشركة نفسها في صيانة الطائرة لتبقى الطائرة في حالة جيدة صالحة لأنها تطير. ففي وقت التسليم حق من شركة بوينغ لشركة ألاسكا كانت الطيارات ما فيها شيء، الآن يقع العبء على مين؟ على صيانة الشركة. الشركة هي اللي لازم تقوم بالصيانة الدورية، لأن الطيارات يعني هي مكاين في الأخير. طب يعني أنت يا كابتن بتقول أنه الخطأ يقع على خطوط الطيران وصيانة خطوط الطيران نفسها لهذه الطائرات، طب إذن ليش اعترف مثلا في موضوع البراغي هذا؟ نعم. طب ليش اعترف رئيس بوينغ أنه فعلا في مشكلة وأنهم لازم يعالجوها وأنه يتكلموا في وأنه يعني يوقفوا حتى العمل إلين يفحصوا اللي عندهم؟ صحيح.
المشكله اللي شركه في طياره 737 ماكس لها يعني كذا 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 جانب، ولكن في الجانب هذا بالذات موضوع البراغي نتكلم في هذا الموضوع أوكي. بالذات أيوة. هذا يقع على عاتق الشركه، لانه ممكن انت في بشكل بسيط الطائره او اجنحتها عباره عن بانلز، يعني بانل كذا تتركب تركب لها البراغي، اي قطع يعني عمليه اي صيانه ايوه تتطلب انك انت تفك البانل هذا، تعمل الصيانه للجزء اللي تبغى تسوي له صيانه، وترجع البانل وتقفل البراغي. هذا ممكن يكون شيء ناتج عن عمليه صيانه داخل الشركه، عرفتي قصدي؟ طيب. اما انه مشاكل 737 ماكس، نعم مشكله في الام كاس اللي تسببت في طياره في سقوط طياره لاين اير والطياره الاثيوبيه معروفه هذه، ما اختلف عليها انا، ولكن اقول في هذا الموضوع بالذات والباب اللي طار، الموضوع يقع على عاتق، نعم الباب اللي طار في الهواء ده مخرج الطوارئ، الباب اللي طار هذا انا متاكد انه نفس موضوع البراغي هذا، البراغي لان هذه ممكن اقول لك يكون فيها جانب من شركه بوينغ، لانه لما الباب هذا في شركات يكون في عندها ابواب هنا، في شركات تقول لك انا ما استخدم الباب هذا فما احتاجه، فيقومون يحطون بانل كبير يغطون فيه الباب. فاللي حصل انه ممكن تكون في الشركه اثناء التصنيع تكفيره البراغي حقه البانل هذه ما كانت كويسه، هذه اتفق معك فيها، لكن طيب. اللي على الجناح يشوفها الراكب هذه فريق. طب كابتن، هي الحوادث هذه يعني زايده ولا نحن بس عشان التغطيه دحين بتصير عليها؟ هو ما حد يختلف صراحه الفتره اخر شهرين او شهر ونص تقريبا العين صارت مفتحه كثير على موضوع الطيران، والحوادث هذه ترى من زمان موجوده والحاجات تتكرر بشكل مستمر، ولكن لما يسلط الإعلام يعني الضوء على هذه الأشياء، أعطيك على سبيل المثال اللي حصل معي أنا واثق إنه يعني في الوقت اللي نتكلم فيه الآن هناك طيارين يعني آخرين سعوديين يعني أفضل مني حصل معهم مواقف أكثر من اللي حصل معي، لكن الإعلام لما يسلط العين على 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 حدث معين يبتدي الناس يتداولون ويأخذ زخم كبير، فهذا هو السبب في الأساس، ولا في أمور ثانية بتحصل بشكل يومي في كل مكان. يا لطيف اللطف ألطف فينا. طيب إن شاء الله دايما يعني يكون كلنا في أمن وسلامة، وبنشكرك على مشاركتنا تجربتك في مطار هيثرو، وكمان على هذه المعلومات الإضافية. كان معنا ضيفنا الطيار كابتن حسن الغامدي، شكرا لك.